للعوائل البغدادية. أكيد إحنا كل الدوائر البلدية تعاني من هذا الموضوع، وحتنا رسالة للسيد الأمين بأنه زيادة عدد العمال لإدامة المسطحات الخضراء والمتنزهات هي مو فقط هي تنشئ متنزه، هو أهم شيء هو الإدامة والمحافظة عليها. أكو هناك تخريب طبعا متعمد للمواطنين، ونهب المواطن بأنه يحافظ على الممتلكات العامة يعني للمصلحة العامة. خطوة هي خطوة كلش حلوة، يعني تشوف الاحتباس الحراري اللي يصير والمشاكل اللي تصير بالجو، فهي على الأقل تصير متنفس للعالم، إنه العالم شوية تغير جو، أغلب البيوت يعني اختفت من عندها الحدائق، اختفت منها المساحات الخضراء، فهي خطوة كلش حلوة إنه تصير يعني مساحات خضراء العالم تروح تشوفها، يصير متنفس للعوائل. والله هاي المتنزهات يعني كلش جيدة، مرفهة للمواطن. ثاني شيء تغيير الجو هاي الزرع الجمالية مالته للمدينة. هسه أكثرت البيوت على قولة أخوي، البيوت كلها صارت شنو، قام يخر الحديقة ويبني بيها، يعني راحت هذا الخضار الحلو، يعني حتى العين يعني شلون أوصف لك إياها، يعني جمال بيه. على كل أمانة بغداد المفروض تزرع زين الأشجار الحلوة، يعني والمواطن يحافظ على النظافة، هذا أحسن شيء يعني. والله هي المساحات الخضراء طبعا مفيدة للمدينة هنا، أنا بالعكس يعني هذا الشيء كل زين احنا نشوفه، بس مع الأسف اكو اغلب الناس جاي يعني ما تعتني بهذا الشيء، جاي اشوفه يعني وصاخل هاي يذبونها بالقاع بالشيء ما ينظفوها، وهذا العامل خطيئة بالشارع هم ينظف، بس احنا هذا الشيء بالعكس احنا نريده هذا الشيء.